معد الفريق ايضا ابراهيم المزيد. ابراهيم يقول لكم الف مبروك على الفوز بالبطوله. الله يبارك فيكم اول شيء، والحمد لله رب العالمين على هذا الفوز، ونهدي هذا الفوز لاهلنا اللي صحاموا الرئيس خاصه، والحمد لله رب العالمين. يعني كانت مباراه قويه من نادي صحار ومن صحم، بس الحمد لله رب العالمين على هذا الفوز. نعم ابراهيم، المباراه كانت مثيره، تقدمتوا في الشوط الثاني والثالث، شو صار في الشوط الرابع؟ والله يمكن رسالات نادي صحار كانت يعني مؤثره عندنا، وبعدين الشوط الخامس قدرنا نتلافى الاخطاء، والحمد لله رب العالمين يعني قدرنا نفوز بهذه النتيجه. طيب.